تسجيلات حرز الله هي الأفضل. بقول يا ولدي يا ولدي عمر الكرامة ما تدل يا ولدي عمر الشهامة ما تروح الجود جود الله وإن كان البطل الخير بالخير والإنسان روق هذا بوصف يعرب صاحب فضل أوجودنا وإلنا على حب وطموح وهذا أبو محمد سليمان جامع بصدر الشمل روضة عطر من طيب غنى رجس بفوح الله يا بيت عوى يا من سكنت بالعيون وبالعقل يا من ثبت بالشتات وبالنزوح قلبي لقاكم يا قبايب ما يمل روحي فداكم ولجلكم روحي تروق سمعوا الصلاة على حبيب الله وأهلا وسهلا بالجميع بسم الله عمد وصفي مرحب سايب رجب حسن وسلامي وكل حبايب قرايبنا وحبايبنا الله يخلينا إياهم اسمعوا صلي على النبي ها الخيل ما توكل عظم السيف ما بذبح رجال أيوة الرزق ما هو بالدغم ولا لكل جوال جال الموت نعمة من الكريم ما يفرقش بين شيخ وفطيم اتوكل على الرب العظيم ما في حدا وصل المحال في ناس تتحدى البشر في ناس ما بتغى مطر في ناس تصبر على الخبر لما العمر كله نضال لو تجري مثل جري الوحوش على رزقك وغيره أبد ما تحوش في ناس تغمز برموش وفي ناس ترزق بالحلال تبيكي استعدوا تبيكي استعدوا بالصلاة على النبي ها برجع وبقول دور دور على صاحبك اليوم الاصحاب كلام حب الصديق الوفي قدس كراماته في غم صديقك اذا عندك ذهب او مال اصحاب الوفا يا زمن بيغى الزمن ماتوا ما حدا بيضل ظهر الخيول خيال يفرش على ساحات المجد ساحاته خلينا نشوف التبيكي بالصلاة على النبي ونرجع كمان في مواويل وفي تحية وفي مدوية وكل الشباب طلباتكم كلها مجابة أهلا وسهلا بكم أبو وصفي بحيي الجميع عبد الله رئيس الدبجي يلا يا عبد الله وينه يلا تبيتش 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 روح على الزريب شوكت حبيب